في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أباح النكاح وحرم السفاح. الحمد لله الذي جعل الزواج جنة وطريقا موصلا إلى الجنة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم، وأسأل الله لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو العزيز الغفور. أحبابي وإخواني، الشك والثقة والخيانة والمحبة، هذه من الأمور المهمة التي بإذن الله عز وجل سنتناولها إن شاء الله في هذا الدرس معكم. لكن قبل أن أبدأ معكم أريد أن أذكر لكم هذه القصة التي حدثني إياها أحد الأطباء قبل 4 أيام عندنا في المنطقة الشرقية. كنا جالسين على وليمة وكنت أتحدث عن مسألة الشك عندما تكون في بيوتنا، كيف يكون وضعنا وكيف تكون حال الأسرة. العجيب، يقول هذا الطبيب وهذا الدكتور، يقول خذ مني هذه القصة التي أنا وقفت عليها بنفسي. يقول فتاة يعني لم تتزوج بكرا، لاحظ عليها أهلها أن بطنها بدأ يكبر، صار نوع من الانتفاخ، فعلى طول وصل إلى أذهانهم أن البنت قد ارتكبت خطأ وأنها قد وقعت بالزنا وهي الآن حامل سفاح. ماذا صنعوا، ماذا فعلوا؟ أدخلوها في غرفة وضربوها وآذوها حتى حبسوها حتى صارت تصرع، فلما صرع أخذوها المستشفى فحصوا عليها وجدوا هذا الانتفاخ هو عبارة عن ورم سرطاني. ماتت الفتاة، والقضية أنه شك في بداية الأمر. لاحظت كيف؟ هذا كلام أحد الأطباء. وكم من فتاة أيضا تتصل وتقول يا شيخ يعني أخواني وصل فيهم الحال، عندما نذهب إلى الجامعة ونعود يأخذون الجوال ويتأكدون من اتصلنا، ماذا استقبلنا. واحدة الزوجات تقول والله زوجي يذهب إلى العمل ويأتي على غير ميعاد فجأة، يظن أنني أدخلت أحدا أو نحو ذلك. أنا أقول إن الشك إذا وصل إلى هذا الحال خلاص يعني على حياتنا السلام. إذن معنى الشك من خلال القصص الثلاثة السريعة، كل واحد منكم يستطيع أن يعرف معنى الشك، هو الارتياب، هو الشك في أمانة الآخرين، هو عدم تصديقهم. جميل أن الإنسان يكون عنده نوع من الذكاء، نوع من الفطنة، نوع من الشك الذي يسمى المقبول عند الرجال، مثل ما يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا الإنسان يفهمه بحيث يبتعد عن مواطن الريبة، مواطن الشبهات. في شك الممنوع هو الذي يلازم شخصية الإنسان بحيث لا يستطيع أن يأمن أحد، وهذه مظاهره كثيرة، سواء أو الخطاب هنا ترى للجنسين، يصبح الإنسان ما يرتاح للطرف الآخر بسبب إما نشأة أو بيئة تربى عليها من قبل الوالدين والأسرة، أو أم تجعل الابن يتجسس على الوالد وهو صغير، أو أحدنا يتخيل أن البلد الفلاني أو العمال الفلانيين لا تصدقهم أبدا، وأحدنا لا يستطيع حتى يعطي سرا لأحد مخافة أن يفضحني. يظل هذا في ذهن الإنسان، ما يستطيع يرتاح لأحد، يفتش من خلال الجوالات.
الإنترنت، حتى سبحان الله لما يدمن أحدنا على بعض الفضائحيات المنفتحة ويرى هذا الإعلام الذي يصور لنا تلك الشكوك يبغى يطبق هذا واقع في بيته، فضلاً عن للأسف الشديد بعض التجارب السيئة تكون عند بعض الأشخاص فيظن أن زوجته كذلك. يعني أنا أذكر أن شخصاً طلق امرأته بعد 20 سنة. كيف؟ يقول يعني انظر وين وصل في الشك، يقول أخبريني عندما كنت صغيرة لما كنت في الجامعة هل كانت لك علاقات وكذا، يعني فأقسمت أنه ليس لي علاقات، قال وأقسم أنه مجرد تسلية وسوالف وحديث، فقالت والله كنت يعني أحب جاري والجيراننا وكنت أتمنى أن تزوجه والتقيت مرة معه لكن ما حدث شيء، طلقها مباشرة. أنا رحت أحاول أصلح بينهم ما استطعت، يقول يا أخي هذه خائنة هذه فعلت. انظروا كيف سبحان التراكم والتجارب عند هذا الرجل استطاع أن يطبق هذا في واقعهم. يا أحبابنا يا إخواننا، المجال الاجتماعي والمجال الاستشاري والمجال هذا ترى هو يقوم على مجموعة من الخبرات ومجموعة من التجارب حتى نستطيع أن نعيش في هذه الحياة ونستطيع أن نتكيف معها ونستطيع أن نثق ببعضنا. وصل الحال عند بعض الأشخاص يقول والله من كثر والعياذ بالله يعني الشك الذي عنده والممارسات الخاطئة هو في حياته، يقول والله ما أثق إلا بأمي وهي عجوز وصل عمر 80، يقول من كثر ما تفاجأت بهذا المجتمع. نقول أنت السبب، ولذلك هذا مرض ابتلاك الله به، وقد يصل إلى الشك المرضي وما يسمى بالهستيريا ويصبح عنده وسواس قهري وقلق واضطراب واكتئاب ما يشفى منه إلا بعلاج. يا أحبابي وإخواني، الشك محرم في الكتاب والسنة. الله عز وجل ماذا يقول؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. ثم يا إخواني ويا أحبابي، أسرع وسيلة أنك يعني تتجنب هذا الأمر وتعالج نفسك من هذا الأمر إذا كنت متزوجا أو حتى في عملك، أو كن واضحا، كن صريحا، كن شفافا، لا تكن عندك يعني بعض التصرفات التي تجعل الذي أمامك يشك فيك وأنت لا تشعر. فماذا يريد منك المحبوب افعله، وما يريد منك أن تتجنبه فتجنبه. هذا النقطة الأولى، الحب والثقة أنا أراهم وجهان لعملة واحدة، والله عز وجل يعني ذكر الحب في مواضع كثيرة في القرآن، لأن الإنسان إذا أحب محبوبه بإذن الله صدق معه وصدق في مشاعره. سبحان الله، ابن القيم يقول لما تقول عن كلمة الحب، يقول ابن القيم لما تقول حرف الحاء يخرج هذا الحرف من أسفل الفم من الحلق، ولما تقول باء يخرج من الشفتين، باقي الحروف تكون ما بينهما. سبحان الله، كأن الحب جمع كل هذه المعاني، المودة والتسامح، حتى أن الله عز وجل يا أحبابي من أسمائه إيش؟ الودود، من معاني الودود من المودة والحب. والله عز وجل ذكر الحب في القرآن كثير، والله يحب المحسنين، والله يحب المطهرين. وموسى عليه السلام لما الله عز وجل اصطفاه وحفظه، حفظه بإيش؟ بالحب، واصطنعتك وألقيت عليك محبة مني. لاحظت كيف يا أحبابي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بحبه زرع هذا في أهله، لما قال عن خديجة في البخاري أنا رزقت حبها، ويقال عن عائشة هي أحب الناس إلي، بل إن الحب تعدى إلى الجمادات. عن جبل أحد ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبل نحبه ويحبنا. والزانية كما في الحديث الصحيح من حبها لهذه الدابة أو لهذا الكلب، والرحمة من معاني الحب الرحمة، وجدته يخرج لسانه من العطش ويلهث فرحمته وحبت أنها تقدم خيرا فغفر الله لها. لذلك إخواني وأحبابي، إذا أردنا أن نحب لابد أن نثق،
والحقيقة أنا فكرت فجعلت يعني سبحان الله علامات للحب والثقة بين أفراد الأسرة الواحدة. سبحان الله، يا المرأة أو الفتاة أو الزوجة تظل في خوف يا إخواني حتى يأخذ الله روحها. لذلك أنت لابد أن تشعرها بأنك دائما مشتاق لها، هذا شيء طبيعي في تركيبتها. تخاف أنك تأخذ عليها، تخاف أنك تطلقها، تخاف أنك ربما تصنع أي شيء. فلذلك من علامات الحب والثقة أنك تبين أنك أنت وتعلن هذاك صراحة لها. هي تريد أن تشعر بالأمان، وعندنا حديث عائشة واضح واضح لما قالت يا رسول الله لو كان عندك إبل تريدها أن تأكل من شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أين تذهب يا رسول الله؟ لاحظت كيف تريد أن تشعر بالأمان والثقة. الرسول نزل إلى مستوى قال نجعل إبل تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل منه. أيضا الحديث عن المستقبل هذا رائع يا أخي، يعني هذا جميل لما تتحدث امرأتك لأنها تشعر أنها مهمة في حياتك وتقول أنه سيكون كذا، وإذا جاءنا أولاد بإذن الله عز وجل سنفعل ذلك، وإذا نبني إن شاء الله كذا، هي تشعر أنك أنت معها إلى آخر لحظة حتى تثق فيك. أيضا التقارب النفسي والجسدي، والأحاديث في ذلك كثيرة كثيرة، وسنأخذ نماذج الآن يا إخواني وأحبابي لنبيكم صلى الله عليه وسلم كيف طبق هذا المفهوم التقارب النفسي والجسدي في قوله صلى الله عليه وسلم أن اللقمة تضع في فم امرأتك تؤجر عليه، أنه يقرأ القرآن وهو وضع رأسه على حجر عائشة، أنه كان يتنزه معها ليلا يسهر معها ليلا، أنه كان يمتدحها أمام الملأ وأمام الناس. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يوجد ما يسمى بلغة الدموع، لما اعتل بعير صفية كما في البخاري ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أوقف الجيش، أوقف الجيش ونصب الخيمة وأخذ يراضيها ويمسح دموعها حتى تهدأ نفس صفية. أيضا ما يسمى بلغة العيون وتغير نبرات الصوت، هذه مهمة جدا. وتعطلت لغة العيون وخالطت في لغة الهوى عيناك. أيضا من الأشياء المهمة حتى تحفظون الود والثقة والمحبة هو ما يسمى بحفظ الأسرار. الحياة تعتريها بعض المشاكل، إما بسبب عدم تكيف أو تمر على الإنسان ظروف معينة أو يتعب في نفسية أو حاجة، قد تذهب المرأة إلى زوجها إلى بيت أهلها، لكن ما يعني أن كل امرأة تذهب إلى بيت أهلها أنها خلاص انتهت الحياة، بل بعض النساء قد تطلق وتكون بائن بينونة كبرى ثم بعد سنة تعود. فلماذا لا نحفظ الأسرار ونحفظ الود الذي بيننا؟ وكم من رجل والله العظيم سبحان الله يعني طلق امرأة ولما يسأل عنها يعني يقول أنا لا أتكلم عنها وهي في ذمتي، كيف أتكلم عنها والآن أصبحت ليست على ذمتي؟ فهذه نقطة مهمة، إن من أشر الناس منزلة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. أيضا الاحترام والتقدير، خديجة رضي الله تعالى عنها لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها يا محمد جاء جبريل أبلغ خديجة السلام من الله ثم مني وأخبرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا؟ لأن خديجة ترى احترمت النبي صلى الله عليه وسلم قدرته. تسألني امرأة تقول أنا يا شيخ زواجي قريب، ما هي أفضل طريقة وما هي الأشياء يحبها الرجل؟ أنا أبغى أسمع منكم وأنا سأجيب. أنا أجبت بعض الإجابات، لكن ماذا تقولون أنتم؟ إيش تحب أنت يا رجل حتى المرأة تتمنى هذا يكون عند امرأتك؟ هم يظنون النساء أن الرجال يريدون شيئا عجيبا غريبا، فاكتشفت أن أغلب الرجال ماذا يريد؟ ها من يعطيني؟ نعم يا شيخ، الكلمة الحلوة. أيضا أن تكون صالحة في نفسها، ها الابتسامة الطيبة، ها مطيعة، التعامل، الأخذ والعطاء.
أبعطيكم حديثين الستر أبعطيكم حديثين سبحان الله. هذا هو كل ما ذكرته موجود في هذا الحديث. في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي النساء خير ماذا قال؟ التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، ولا تكلفه في نفسها وماله ما لا يطيق. ركزوا معي على الحديث الأول وسنستخرج منه ما تريدون. الحديث الثاني في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ خير النساء نساء قريش، نساء صالح قريش، أحناها على ولد في صغر وأحفظها على زوج في كبر. نريد أن نأخذ يعني فوائد هذا الحديث ونستخرج ما قلتم. التي إذا نظر إليها سرته، تكون مهتمة بهندامها، بلبسها، بزينتها، بعطرها، بشكلها، بلبسها، هذا الأمر الأول. إذا أمرها أطاعت، مطيعة، ليست عاصية لزوجها، هينة لينة سهلة. وإذا غاب عنها حفظته، ما تخون الرجل، ما يكون تجلس مع رجل غير محرم لها، ها؟ أيضا ليست مشرفة، لا في مال، وليست حنانة ولا منانة ولا أنانة ولا ونانة. ثم أيضا من صفات أنها تحافظ على أولاد الرجل، ترى هذا مهم جدا. بعض النساء سبحان الله مهملة لأولاد، يعني متكلة على الشغالة والخادمة في تربية الأبناء، أو بعضهم يقول الله هو الذي يربي. فهذه هي الأشياء التي يحبها الرجل من المرأة، امرأة تحترم تقدر، يعني معجبة بشخصية الرجل، لا تغلق الباب في وجه زوجها، لا تهينه أمام أهله، لا ترد له طلبا. فهذه من الأشياء التي بإذن الله عز وجل يحبها الرجل في امرأته. لكن يا إخواني وأحبابي، قد تحدث عندنا مشكلة، أو قد يتهم أحدنا يعني في أهله يسمع، أو يكون عند أحدنا وسواس، والوسواس وارد على كل إنسان، لأنه إما أن يكون من الشيطان، أو يكون بسبب شيء عضوي، أو بسبب شيء عصبي. والأصل في ذلك حديث عثمان بن العاص ابن أبي العاص الصحيح، قال يا رسول الله إني أصلي فيعرض الشيطان علي فلا أدري كم صليت، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فاستعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثة. وأيضا لما اشتكوا الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يأتينا الشيطان حتى يقول من خلق الله، قال ويأتيكم ذاك صريح الإيمان. فقد يعني نبتلى أيضا بامرأة موسوسة أو حساسة أو برجل موسوس، كيف نتعامل؟ من الطريف يذكر أن العالم الجليل بن عقيل الحنبلي أتاه رجل موسوس، قال يا إمام أنا أدخل يعني أصاب بجنامة، فأدخل يعني في بركة ماء وأمكث فيها يعني من ساعات ثم أخرج، فما أدري هل ارتفعت جنابتي أو لا حتى أصلي. قال اذهب فأنت ليس عليك الصلاة، لا تجب لك عليك الصلاة. تعجب، قالوا كيف ما تجب عليك الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ومن ذلك قال المجنون. قال أنت مجنون إذا دخلت في بركة وتظن نفسك إلى الآن ما رفعت جنابتك متى؟ فقد يوجد لنا عندنا أناس مثل هذا الأمر. يا جماعة أنا بعطيكم قصة واقعية، يعني وصل الحال بعض الرجال بعض الشباب، والله يا إخواني أنه قبل أسبوعين أو ثلاث شخص يدخل على يعني هو رجل طيب وفاضل وجعل امرأته تذهب إلى أهلها في مكان آخر في بلد آخر، والله يا جماعة اتصل علي الفجر يبكي ويصيح وأزعجني بالاتصال، أسألك بالله أن ترد، بيتي سينهدم أرجوك، أنا على الله ثم عليك داخل. فقال يا شيخ أنا ابتليت بلوى. قلت ماذا؟ قال امرأتي وقعت في زنا والعياذ بالله. قلت كيف؟ تدرون ماذا صنع؟ دخل على الإنترنت ودخلوا على موقع إباحي، ثم والعياذ بالله رأى امرأة زانية يقول هذه زوجتي. طيب كيف عرفت؟ قال لا هي مغطى الوجه لكن الجسم جسم زوجتي. قلت وكيف عرفت؟ يقول قلت هل سمعت؟ قال ما قال اسمها، لكن يا شيخ يعني ما حد ما يعرف جسم زوجته. انظروا كيف وصل فيه الحال. طبعا جاءوا عندي في المنطقة الشرقية، والله
وتالله وبالله وأنا في بيت الله أن امرأته عفيفة طاهرة ولا يوجد عندها هذا الشيء أبدا، لكن هذا موسوس ومريض نفسي. لاحظت كيف؟ لكن نحن كيف عالجنا القضية؟ هنا السؤال. أنت يعني قد تبتلى، قد يأتيك شك، لأن بعض الناس لما يخرج مع أهله إلى مجمع، إلى سوق، إلى متنزه، كأنه حرامي، ينظر في عين زوجته، ينظر إلى الجوال، يتلصص، عنده وصل الحال. أنت كيف تتعامل مع هذه القضية؟ قد تكون أختك تقع، واحد يستشيرك. نأخذ نموذج حتى نستوعب ونحل هذا الموضوع. تعرفون قصة الإفك؟ عائشة رضي الله تعالى عنها اتهمت بعرضها وبشرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو زوجها. كيف الرسول تعامل مع هذا القضية؟ أولا حتى الإفك شهر كامل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم على عائشة، بل سكت وغض الطرف. لكن لما راج الأمر، لاحظوا الأمر الأول، وانتشر، بدأ الرسول يتكلم. وإلا الرسول الأصل عنده أن زوجته على ثقة، وأنه الأصل السلامة، والبنت طيبة. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما راج الأمر وكانت امرأته مريضة، قد امرأتك تكون حامل، أنفاس، عندها مشكلة، الرسول تركها ولم يتحدث معها، جعلها حتى تتطبب وذهبت إلى أهلها. الأمر الثالث، استشار وجلس مع علي وجلس مع زيد، أسامة بن زيد. لاحظت سبحان الله والمستشارين مختلفين في آرائهم. ماذا قال أسامة؟ قال: يا رسول الله، والله لا نعلم على أهلك إلا كل خير، وامرأتك وضيئة ولها ضرائر، والنساء يقولن. ماذا قال علي؟ يا رسول الله، النساء كثير ويبدلك الله خيرا منها. الأمر الرابع، ماذا فعل الرسول؟ قام بالناس خطيبا: من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي فإني لا أعلم على أهلي إلا كل خير. طاهم الثقة، امرأتي صالحة عفيفة طاهرة، مو أنتم اللي تعلموني بزوجتي، ولا أعلم عن هذا الرجل الذي تكلمتم عنه إلا كل خير، فوالله لا يدخل البيت إلا وهو معي. ثم بعد ذلك ماذا صنع الرسول؟ ذهب إلى زوجته في بيت أهلها وسلم عليها وجلس، ولا زالت الثقة موجودة. قال: يا عائشة، قد بلغني أنه قد قيل عنك كذا وكذا، فيا عائشة، إن كنت فعلت فاعترفي واستغفر الله، باب التوبة مفتوح، وما حد منا ما يخطئ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله غفور رحيم. أخذ يقول له هذه الأشياء. فتقول عائشة: فالتفت إلى أبي: يا أبي، دافع عني، أجب رسول الله. قال: ها، ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت إلى أمي: يا أم، أجيبي رسول الله. قالت: ما أدري ماذا أقول لرسول الله. انظروا هذا الموقف، ليس بالهين يا جماعة. عائشة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، ويتتهم بعرضها وبشرفها أغلى ما تملك. لاحظت ترى مصيبة مثل هذه الفتاة التي ذكرناها في أول القصة، أهلها ضربوها وعذبوها، وحتى ماتت، وآخر شيء طلع ورم سرطاني. تقول: ونحن على هذه الحالة، لأنها قالت: والله ما فعلت. تقول: حتى قلص دمعي، يعني انقطع. قلت فقالت لهم: لئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، ما صدقتموني، ولئن قلت لكم إني فعلت، والله يعلم إني بريئة، صدقتموني، لكن لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله، الصبر بالنهاية ما لنا إلا الصبر، والصبر ضياء، ومن يصبر يصبره الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر علاج. وهذا نقطة مهمة لابد أن يعرف كل الناس، أنه إن مع العسر يسرا. ما نملك عصا موسى أي مشكلة تبغى الحل في عشية وضحاها، هذا ما يمكن أبدا. أنا دائما أقول: واضرب مثل بيدك أو رجلك لو انكسرت، لما تجبر وتضع عليها الجبس يبغى أيام أو شهور حتى تجبر. فهذه مشكلة قد نقع فيها، نحتاج أيام حتى نعالجها ونتكيف معها. تقول عائشة: وما ونحن على هذه الحالة.
سبحان الله إلا والوحي قد نزل على عليه الصلاة والسلام. حتى أنا كانت تقول ونفسي أحقر من أن يعني يذكر الله عز وجل القرآن بي يتلى إلى يوم القيامة. أول كلمة قالتها أم رومان أم عائشة ماذا قالت؟ أبشري أبشري، لما قال رسول أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، قالت أم رومان والدت عائشة اذهبي اشكري رسول الله، قالت لا لا ما أشكر وإنما أشكر الله، الله هو الذي برأني. الله أكبر سبحان الله. والإنسان لما يكون مع الله، الله لن يضيعه أبدا. هذه نقطة مهمة لابد أن نركز عليها يا إخواني. يعني صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني؟ من سره أن يستجيب الله له وقت الشدائد والكروب فليدعو الله وقت الرخاء. لابد أن نلتجئ إلى الله في 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 رخائنا وفي شدتنا حتى أن الله يكون معنا ما يضيعنا. لما طلقت حفصة جاء جبريل قال يا محمد أرجي حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. انظر الدين بالنهاية هو الذي يقف مع الإنسان. فهذه رسالة إلى كل رجل وامرأة يكون الإنسان مع الله، لا نذهب إلى ساحرة وإلى مشعوذين. والله يا جماعة سبحان الله كما يقال عيش وشوف. يعني قبل أسبوع يعني امرأة يعني زوجها تزوج عليها، والله العظيم يعني نسمع عن السحر لكن لم أرى يوم من الأيام وأتوقع أني أرى فعلا سحر أن رجل يحدث له هذا الأمر، تزوج على امرأته هي تحب زوجها لكن من حبها تريد أن تهدم يعني بيت المرأة الثانية. والله يا جماعة سحرته حتى تم استدعاهم عندي في المكتب، والله يعني رأيت المنظر الذي ما يمكن أن أنساه. الرجل يعني رجل كبير وموظف طبعا طلق الثانية وصار يبكي مثل الطفل في الشارع ويقول أبغى زوجتي الأولى وهي بعيدة عنه، تقول ما أبغاك تبغى تتملكه. أنها لما تم استدعاها لما رآها سجد لها سجودا، نهبلت وقف شعر رأسي. حتى أني قلت يا أخي استغفر ربك قم، قال مو بزوجتي كيفي، طيب اجلس على الكرسي، جلس جلستي على الكرسي وماسك رجلها وعمره يتجاوز 50 سنة وهي 45 سنة ويبكي ويضم رجلها ضما. أنا والله ما أدري ماذا أصنع، أمسك هذه المرأة يعني لماذا صنعت بزوجك هذا الأمر؟ انظروا كيف بعض الأمور. يعني أنت لو أنك التجأت إلى الله يا آية المرأة بدل لا تذهبين إلى الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين. ترى بعض النساء هي من حبها لزوجها قد تتصرف تصرفات لا تحمد عقباها. حتى نحن كمستشارين يعني لا نريد أي امرأة تحدث لها مشكلة قالوا يا شيخ زوجي كذا فعل كذا. يعني المستشار بالنهاية بشر ليس ملاك، فقد يعني. وطبعا لما تتصل المرأة خذ عاد الأوصاف الجميلة، أنا والله ألبس وأتزين وأتعطر وأفعل وأفعل وكذا، فتذكر أشياء تقول والله يا أخي سبحان الله هذا كله أنت ويفعل فيك أنت ما تستهلين. وبعضهم قد يكون ضعيف نفس ويأخذ معها يعني ويتمادى. فالمرأة تستحي ولا تتحدث مع الرجال إلا إذا احتاجت لضرورة قصوى. وكل بيت يا أحبابنا فيه مشاكل وفيه أفراح وفيه أتراح، لكن الأمور ما تعالج هكذا. من الأمور المهمة يا إخواني التي نريد أن نركز عليها في بناء الثقة فيما بيننا، نأخذ الآن وقفة أخرى مهمة. قد بعضنا يخطئ، كيف أنا أعيد الثقة من جديد لزوجتي؟ قد أنا بشر رجل أخطأت يا أخي، عاكست أو الله بلاني بامرأة موسوسة وغبية، اسمعوا على هذه الكلمة. لأنه بعض النساء تدرون ماذا تصنع؟ تأخذ شريحة جوال باسمها هذا اللي تباع ب10 ريالات وتبدأ ترسل لزوجها حتى تريد أن تفحصه. إيش رأيكم بهذه الطريقة؟ وصل الحال لبعض النساء كذا تقول أبغى أشوفه هو يأتمد. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما رأيت فتنة أشد على الرجال من النساء. يعني ألقته مكتوف اليدين في الماء وقال إياك أن تبتل بالماء. يعني تقول له كلام رومانسي وعاطفي وأعشقك وأحبك وتبغى ينظر للرسالة يقول جزاك الله خير. وما يمكن، أنا بشر بالنهاية قد أضعف، الإيمان يزيد وينقص وأنتم تعرفون هذا الأمر.
فتقول زوجي خاين من هذا القبيل، أو سلمنا جدلا الرجل يعني صادت المرأة عنده بعض الأشياء، لأن بعض الرجال أيضا هداه الله هو من يأتي نفسه بالشبهة. والإنسان يا جماعة يبتعد عن مواطن الشبه والريب، مهم جدا لما يكون بعض الرجال، وأنتم بشر وتعرفون وتخالطون الناس، أنتم أعتقد أنكم في كوكب الأرض لستم في كوكب آخر. بعض الرجال ماذا يصنع؟ يكون عنده جهازين، جهاز هذا تعرفه الزوجة وخاص بالأهل، وجهاز في درج السيارة للمهمات الخاصة، ثم يقول ليش تشكين فيني؟ من يسمح لك؟ ثم أو يضع للجوال رقم سري في أول ليلة أو أول أسبوع من الزواج، ترى المرأة ما تشاء. ثم بعد سنتين لما أو أحدنا يأتي بنفسه بالشبهات يكون آخر الليل يخرج، يخرج، أو المرأة لما ينام زوجة تجلس لوحدها، أو تذهب إلى السوق أو إلى الطبيب وهي متزينة متعطرة وتقول لماذا تشك فيني. يا جماعة نبيكم صلى الله عليه وسلم لما فاطمة جاءت من ليل وهي بنت من وزوجة من وهي من نساء العالمين، يا فاطمة من أين أتيت ليلا؟ قالت والله أتيت من عزاء آل فلان. هي قامت بواجب، لكن الوقت ليس وقت ذهاب، فالرسول سأل ومن حقه أن يسأل حتى يطمئن. فنحن نريد أن نفرق، وأيضا يا أحبابنا يا إخواننا سنفرق بعد قليل بين الشك والغيرة، ولابد أنك تفهم نفسية امرأتك حتى تتعامل معها نحو هذا الأمر. فأقول يا إخواني لو قدر الله أنت أخطأت ووقعت، ماذا هو عليك؟ المرأة شافتك، سلمنا جدلا، صادت معك رسالة، أنت اتصلت على خطابة، أنت يعني فعلت شيء، دخلت على موقع بالخطأ أو جاء على إيميلك صورة، لأن المرأة على طول مجرد ما ترى هذا الأشياء على طول يأتيها ظنون وشكوك وتظن هذا ديدنك، سواء كان هذا أو هذا، أنت كيف تعيد الثقة لها؟ لأن المرأة يعني ممكن تنسى بسرعة، لكن أيضا الرجل لو رأى على امرأته هل ينسى بسرعة؟ طبعا نحن نقول للرجال يختلف الوضع. الخيانة تعرفون نوعين، قد تكون خيانة صغرى أو خيانة كبرى. الخيانة الكبرى والعياذ بالله هي الزنا. الخيانة الصغرى قد تكون مكالمات، قد تكون رسائل. والرجل العربي، ونحن نريد أن نتكلم بواقعية، والله يقول وليس الذكر كالأنثى. نحن نسلم دعاة مساواة، مساواة في أمور معينة، في العبادات، في التجارة، في أمور، أما في أشياء ما يرضى الرجل العربي الأبي، والله لما رأى امرأته قد وقعت في زنا أو كذا يقول أنا سأسامحك، ما يمكن، وأنا بوجهة نظري لا يسامحها، طلقها وتذهب إلى بيت أهلها، ولا يمكن أن تعود الثقة مرة أخرى. لكن لو سلمنا جدلا المرأة رأى عندها رسالة أو وقعت في أول وضعها واعترفت له بخطأها وأنا فعلا أذنبت وأرجوك سامحني، هنا ممكن الأمر يكون في أخذ وعطاء، وأنا وقفت على حالات مثل هذا الأمر، وبعضهم قد تكون في أول أمرها، وقد يكون الرجل السبب في ذلك بجفائه وبعده عنها، لكن أيضا هذا ليس مبرر للمرأة أنها تصنع هذا الأمر. لكن أنا أقول لو أنه يعني عرفنا واحد وقعت زوجته، ماذا نصنع؟ أولا لابد أن نعترف بخطأنا ونحسن الظن ببعضنا ونعيد الثقة بأنني أجعل نفسي مكشوف للطرف الآخر وأظهر بعض المواقف التي هو يحبها ويريدها أمامه، ولا أكذب أبدا ولا تورية حتى تعود الأمور إلى مجاريها. لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، يعني وقت حتى يطمئن الطرف الآخر. لكن أكون معكم صريحا، النساء يغفرن للرجل، وهذا والله شيمة وطيبة للمرأة، لو رأته قد خان خيانة كبرى ثم ندم وعاد والله تغفر له وحق لها ذلك وشكرا لها. لكن الرجل لا يغفر، وأنا لا أيد، لأن هذه سبحان الله طبيعة عند البشر. لكن يا أيتها المرأة المسلمة، وهذه وصية مهمة جدا، وهي مسألة الشك والغيرة، وأنا أبغى أسألكم قبل أن أجيب، الغيرة هل تعتبر يعني شيء سيء للمرأة أو شيء إيجابي؟ هاي إخواني من يعرف؟ إيجابي؟ إيجابي، ها؟ ما نعم أحسنت، هذا الجواب الصحيح.
الغيرة ليست كلها إيجابية وليست كلها سلبية. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ذهب إلى بيته ونزع ثيابه ورداءه ونعليه في صحيح مسلم حديث صحيح، وجاءه الوحي، جاءه جبريل فأمره بالخروج، وكانت زوجته نائمة عائشة، فخرج فتبعته عائشة، ركض تركض هرول هرولت عاد، فقال: أنت السواد الذي رأيت؟ قالت: ها ها. قال: أخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني، ضربني ضربة بسيطة على صدري حتى أوجعني. قال: لما فعلت يا عائشة؟ هي تحبه. تقول: ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. غيرة لكن تجاوزت، ولا الرسول كان يقدر غيرة عائشة لما تكون بجواره. ما في عندنا الأضواء الصفراء والحمراء والزرقاء، سواد، ظلام دامس، تضع يدها على رأسه كما يحس على الألباني. يقول: يا عائشة ما بك؟ قالت: فتتحسس، تقول: أريد أن أتأكد أنت موجود أو قد ذهبت. فيقول لها الرسول: ها، قد جاءك شيطانك؟ شيطان الغيرة. تقول: وأنت ما عندك شيطان؟ قال: عندي، لكن أعان الله عليه فأسلم. فالرسول يعني كان يقنن الغيرة عند عائشة، لأنها كانت تغار: ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها، مع أنها ما شافت خديجة ويتغار منها، حتى أنه كان يذبح الشاة ويوزع على أصدقاء خديجة. وكان يعلمنا إن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. هذا كله إيش؟ حتى يبين لك يا أيتها المرأة، حتى البخاري باب وبابا نسمى باب غيرة النساء. غيرة موجودة عند المرأة، لا تكون، لكن تكون منضبطة. ما تجلس المرأة مع نساء يثرن غيرتهن. تقول بعض النساء سفيرات إبليس، يجلسنا في مجلس وتبغى: هذا زوجك وين ذاهب؟ أكيد ذاهب عند فلان، هذا الرجال متزوج اثنتين وثلاث، الله يستر. ولا إذا كان تاجر، ولا إذا كان معلم، ولا إذا كان مأذون، يعني تبدأ يوسوسن لها. فننتبه، لأنه في بعض، يا جماعة كل أسرة تختلف تركيبتها. الآن بعض لو يخطب امرأة من بيت تجدون حتى الجدة اللي قربت تموت تتدخل في الموضوع، وبنات العم وبنات الخال وكل يشير على الرجل عليه وافق، يتدخلون يربشون الشخص. وفي أسرة تختلف، صح ولا لا يا جماعة؟ نتكلم بواقع. إذن لابد أنا كرجل أعرف أن الغيرة موجودة عند المرأة، وهي ضرب من ضروب الحب ونوع من أنواع الحب، وجميل يكون هذا عند المرأة، لكن كما قال أخي الكريم تكون بضوابط، ما تكون مفتوحة كذا، لأنه إذا زادت ننتقلنا إلى ما يسمى بإيش؟ بالشك. الشك بعد ذلك أصير ما أثق مع أي شخص آخر. امرأة طلقت، والله يا جماعة طلقت بسبب شكها بزوجها، هكذا من غير يعني سبحان الله يعني لا صرف ولا عدل، ترى أرقام فصارت تتصل من جوال زوجها تتأكد: لا، سمعت صوت رجل، الرقم الثاني صوت رجل، الثالث صوت رجل. بعد ذلك علم زوجها أنه فعل ذلك، قال: لما فعلت؟ قالت: والله بتأكد. قال: تأكد عند بيت أبوك. طلق. فالرجل الأبي لا يحب هذا الأمر. وأيضا أنا لا أبرئ الرجال يعني لما يكون في مواطن الشبه، لكن يا جماعة تكون باعتدال. الغيرة لابد تكون باعتدال وبانضباط، حتى لا تؤدي إلى 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 الشك وإلى الطلاق. وهذا يحتاج منا يا جماعة إلى أننا نفهم نفسية أزواجنا، ونفهم أنهم يحبوننا وأنهم يريدون أن يسمعون الكلمة منا. وهذه لابد أن نعلنها صراحة. أعطيكم بعض المواقف الطريفة والجميلة. يعني أنا أذكر مرة كنت في دورة من الدورات، وكانت خاصة بالرجال، فقلت: يا أخواني يا أحبابي، نبغى نبين لكم أن الإنسان ممكن أنه يقول لزوجتي كلمة أحبك عبر الجوال أو عبر أي وسيلة أخرى، وهي تؤثر بنفسها. لأنه والله يا جماعة أنا أمس كنت في إحدى القنوات، رجل يقول: زوجتي تقول إذا ما اتصلت علي يوميا أنا مضطرة أني أخونك، بعد أنا أبغى أسمع منك. بعض النساء قد تكون عندها هذا الهوس والوسواس، طبعا طريقتها خاطئة، لكن قلت: يا جماعة نبغى نستفيد. طبعا نصف ساعة يلا اقتنعوا، بعد ما جهزنا الجوائز والهدايا، ثم بدأوا يرسلون: أحبك. وقلت: أفضل رد يأتينا له جائزة قيمة. سبحان الله،
من ضمن الردود طبعا بعض الناس مو متعود على هذه الأشياء، يقول والله ما سمعت من أمي وأبوي، البيئة وصراحة. فلما جاء الرد واحدة قالت وانت جاي طال عمرك لما شافت أحبك جيب ريالا خبز معك، والثاني جزاه الله خير أرسل لزوجي قال أنا أحبك في الله، أحبك في الله، جزاك الله تحب في هذا ما توكل عيش الحين أحبك فيه. عد كلمات جميلة حتى نعطي الثقة ونعلن الصراحة فيما بيننا يا إخواني وأخواتي. فلذلك مسألة الثقة ومسألة إعداد الثقة فيما بيننا هي مسألة مهمة، لكن أنا أقول يا إخواني الأمور تحتاج منا إلى هدوء وإلى صبر وإلى تحمل. نساءنا ترى نساءنا يحبوننا ويغارون علينا، والحياة الأسرية حياة تحتاج منا إلى تحملها، ما يمكن أن تكون على وتيرة واحدة، قد تبتلين يا أختي بزوج صامت يتغير عليك، لكن ينبغي أن نعرف لا يكون الزوج مثل أول سنة هو معك مثل ما تبينه بعد 15 سنة مثل ما هو أول سنة، هذا ما يمكن أن يكون. وما يمكن أيضا أيها الرجل المرأة تكون دائما على شيء أنت تحبه من لبس وزينة وكلام محترم وطبخ ونفخ، كل إنسان قد يعتريه بعض الظروف، ولا نريد عندما تعترينا بعض الظروف تأتينا بعد بعض الشكوك، هذه انتبهوا لها. مسألة الثقة مهمة 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 جدا بين الأزواج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، وأن يجعلنا ربي هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، وأن لا يفضحنا الله في عقر دارنا، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول. اللهم صل وسلم عليك رسول الله، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.